هروح على سفورة واجيب كل الميك اب اللي موجود. جرى ايه حالاتها؟ ما تقف عارف تتكلم عادل. ان شاء الله ما حدش يشوفها في حياته، حاجه كارثه. في حته الفاشن والحاجات دي بحس ان ما فيش حاجه ممكن تعمليها غلط. كنت عايزه العب سي بي، لا ما اقدرش اقول دلوقتي. لارا تيكي، ممكن نتعرف اول مره؟ هاي لارا، انا مهدي. هاي ممكن نتعرف؟ اه في العادي بتعرفي ناس بسرعه ولا بتاخدي وقت؟ لا باخد وقت كده بقى، يعني في العادي تبقى لسه خايفه لحد ما نتعرف. اه مبدئيا عايز اعرف اسمك زي موجود في اخر فيزا لبلد زرتيها من بلاد العالم. لارا محمد خالد تقي الله حني. عشان كده اخترتي تاكي؟ ده لا تقي، لا تاكي الشركه بتاعت العيله المراتب دي. والله دي الشركه بتاعتكم؟ طب كويس، دعايه حلوه جدا. يعني طب انت اخترتي ليه اسم الشركه باسم الشهره بتاعك؟ لا هو بابي كان معروف ان هو خالد تاكي، ف يعني لورا تاكي ومراتب. دلعت ايه؟ الليلي في لاروشكا. طيب على سيره دول العالم، انت لفيتي بلاد كتير قوي، سافرتي تعملي ايه؟ سافرت جامعه، كنت في ايطاليا في جامعه، ساعات بقى شوبينج، ساعات بقى بتعلم بقى عن البلاد والحاجات دي، بسافر مع المدرسه الحاجات دي. يعني كل سفرياتك كانت ليها علاقه بالتعليم او انك تعملي شوبينج؟ وانتي رايحه بلد تعملي شوبينج، اول حاجه هتروحي تشتريها حاجه؟ هروح على سيفورا واجيب كل الميك اب اللي موجود. كل الميك اب؟ كل الميك اب، كل حاجه، اي حاجه قدامي. مع انك دايما ناتشورال، بس بحب العب بالالوان والحاجات دي. بتحبي مين كده في ستايل بيحط ميك اب وحاجات؟ تقولي نفسي اعرف بيعملوا ازاي. مين هنا؟ ايه تحفه. وبره بحب نيكي توتوريالز. طب قولي لي لو انتي مثلا بقى حريفه ميك اب قوي كده، لو حد وشه مدور يعمل ايه عشان وشه يبان انحف؟ كونتور الجو اهم حاجه، والحته دي وهنا مفيش حد محتاج يرفع وشه، كل حد حلو زي ما هو برضه. يعني لو هتستعملي ميك اب عشان تلعبي والحاجات دي اوكي، بس ان انت مش حاسه ان اي حد بيبقى احلى. انت مؤمنه بالابراج؟ ممكن اسمع عنهم بس يعني مش فاهمه انا قوي فيهم. بس عارفه لو قلت لك مواصفات البرج بتاعك سواء ميزه او عيب هتبقي انت عارفه ده عندك ولا لا، صح؟ اه. طيب انت برج الدلو، هنقول لك شويه مميزات وشويه عيوب، تقولي دول فيكي بنسبه كام في المية. اوكي ماشي. عيوب البرج عنده اهداف كتير لكن بيتشتت ما بينهم، يعني عندك كذا حاجه. اه دي حقيقه، ممكن اقول 90%. 90%. عندك اهداف ايه عموما نعرفها دلوقتي؟ كتمثيل، وانا برقص فدي برضو، في الجامعه بدرس ديجيتال ميديا، وكنت بدرس فاشن، فبقعد العب ومفيش اي حاجه. لو هتركزي في حاجه من دول عشان التشتت يروح هتكون ايه؟ حاليا تمثيل. تمثيل عجبتني الصراحه. حلو قوي. طيب كمان من عيوب البرج ده انه ملول، بيمل جدا، بيزهق بسرعه. اه دي حقيقه برضو، ممكن اقول برضو 90%. ايه اكتر حاجه بتزهقك عموما؟ الناس اللي بتلف وتدور، بزهق، مش بقدر، خلاص كده كفايه يعني، بره عن الكلام ده. الزن، لا مش بحب الزن خالص. عشان كده انت في الارتباط مالكيش حظ؟ ما بتحبيش ترتبط؟ ما ما بتحبيش ترتبط؟ لا خالص. مريتي باي تجربه ارتباط قبل كده؟ لا. طب نفسك؟ لا. الحاجات اللي انا بسمعها شكرا. توبتي خلاص؟ مش عايز. الحمد لله. طب خلينا نروح للمميزات ونشوف مميزات برج الدلو ايه، وتقولنا برده كان صح ولا غلط. اوكي. ذكي جدا ولماح. اه طبعا. طب بجد انت حسيتي انك فعلا انسانه سمارت وذكيه وعارفه تتصرفي صح؟ اي ثينك اصلا فكره ان انا عملت موضوع المسلسل ده، يعني كان جاي في فتره غريبه قوي كده، وكان عادي ممكن اتوتر واقول لا، بس ان انا اخدت القرار ان انا لا هعمل كده وهتعلم وانا بعمله والحاجات دي، حسيت ان دي برده كانت يعني قرار صح وذكي يعني. اه ما بص انا قاعده فين بعمل ايه. قبل ما تقولي غلط ولا صح، انتوا برج بيحب الاستقلاليه قوي، بتحبي تبقي مستقله لوحدك. اه دي حقيقه. طب امتى بتعتمدي على غيرك؟ مش بحب اعتمد على حد، بس بحب اسمع الناس اللي حواليا. لارا دي اول تجربه تمثيل ليكي في ليله، اول يوم تصوير كنتي عامله ازاي؟ مرعوبه مرعوبه، عشان اول يوم انا اصلا ما كنتش فاهمه اي حاجه، واللي هو دخلنا واهي الكرفان واقعدي واعملي، وانا اوكي ماشي حاضر، ومش فاهمه الرولز عامله ازاي، ومفروض اكلم مين ولا اعمل ايه والحاجات دي، فكنت مرعوبه قوي اول يوم. اول يوم كان فيه بتاع 300 اكسترا وحاجات، فمش عايزه ابوظ سين ولا اعمل حاجه عشان نبتدي من اول جديد والحاجات دي، فاللي هو لا اول يوم كنت مرعوبه مرعوبه بجد. اصعب حاجه في التجربه دي كانت ايه؟ اصعب حاجه كان الحاجات اللي انا ما كنتش عارفه انا المفروض اعرفها. يعني اللي هو ما تبصيش الكاميرا، لا لازم تعلي صوتك عشان المايك، توقفي فين عشان الكاميرا تباني، والحاجات التكنيكال اكتر من اللي هو ان انا اتكلم او الحاجات دي. طيب قولي لي، انت لفيتي بلاد كتير واخده طابع شويه مش مصري بس ملامحك مصريه جدا، تعرفي تعملي دور بنت شعبيه زي الفيديو ايه؟ جرى ايه حالاتها؟ ما تقف عارف تتكلم عادل، بدل ما تديك 60 قلم على وشك امك ما تعرفش ملامحك. يلا حبيبي يلا المركب اللي هتودي، ويلا يا حبيبي وريني عرض قفاك. لارا مصطلح ليلى المصري عارفه معناه؟ ما بتقولي كده بالمصري ليلى
ده معناه انك متقبله حاجه الناس شايفاها غريبه. ايه في حياتك كده؟ ممكن موضوع الرقص، يعني حاسه ان الناس كتيره قوي اللي هو انت رقاصه، انت مش عارف ايه الحاجات دي كلها، بس ليه لا؟ يعني ما يعني دي حاجه فنيه وحاجه لطيفه ولذيذه وبنبسط. اكتر كلمه نقديه او حد قال لك انت بتعملي كده ليه؟ قال لك انت وفين على الرقص؟ كان مين؟ حد قريب منك على السوشيال ميديا عندك على التيك توك مثلا؟ كومنت سلبي جالك على التيك توك مليان بقى الحاجات دي. بتقريها ولا بتنفضها؟ مش بعرف اقرا عربي اصلا. فاول بقى اللي انت عايزينه. حد طب كده الكومنت بالانجليزي بعد كده قبل كده؟ يعني حاجات اللي هو ليه بتعملي كده، او اللي هو انت فاكره نفسك مين يعني؟ عشان مش الحاجات دي بقى يعني. طب منك حريفه راس، قولي لي ايه الصفات الولد اللي نفسه يرقص معاكي سلو؟ نفسك حد يرقص معاكي سلو؟ شكله عامل ازاي في شو كده هايل كبير في مكان معين؟ مواصفات الراقص اللي يرقص قدامك وبعلى نفس الكفاءه. حد طويل، يعني لازم يكون يعرف يرقص كويس. وفاهم المزيكا وفاهم السبيس عامل ازاي والحاجات دي. انت تعرفي ترقص كام رقصه؟ ممكن افرو، كوميرشال، هيب هوب، ابتديت سالسا وباتشاتا، ليريكال، هيلز. انت كنتي تخينه وخسيتي زي ما انت قلتي في فيديوهاتك، عايز اعرف انك خسيتي ازاي؟ الحاجات الطبيعيه يعني اللي هو الاكل بس. المهم بس ان حاجه تبقى ممكن لونج تيرم، يعني اللي هو لقيت ريسيبيز كتيره قوي اونلاين عجبتني، وصفات كتيره قوي عجبتني والحاجات دي، فبكمل على دول. وكنت برقص كتير قوي، يعني كتير قوي الفتره اللي فاتت. لكن ما رحتش دكتور حاجه؟ لا لا، انت كل ده مع نفسك. حد غلس عليكي او اتنمر بسبب وزنك؟ هو في حد ما كنت بتتصرفي ازاي في الاول؟ يعني وانا صغيره كنت بحس ان دي حاجه اللي هو يعني كنت بزعل قوي، عشان انا بجد كنت بحس بالحاجات دي اللي الناس بتقولها، اللي هو انت مش شكلك حلو، هتتجوزي ازاي، هتعملي مش الحاجات اللي كله بيقولها. بس لما كبرت شويه حسيت اللي هو لا، يعني انا اشتغلت على نفسي قوي كشخصيه وبني ادمه، وانا شايفه نفسي حلوه وشايفه نفسي مزه وشايفه نفسي الحاجات دي كلها، فانا مش فارق لي الناس هتفكر ازاي. حتى وانا تخينه لما خسيت لو تخنت تاني هبقى مبسوطه في اللي انا فيه. طب احنا ممكن نسقف لها بجد سقف على الكلام. ايوه لا، انت بيتوتيه جدا، بتخرجي عشان ترقصي بس؟ طب بتقعدي في البيت تعملي ايه؟ بقعد مع اهلي، بقعد مع اختي، ولا اي حاجه والله. انا مش اي حاجه ولا اي حاجه. بقلكي في الطبخ تطبخي؟ لا ولا لا. يعني ممكن اخد حاجه معموله واخليها احلى، بس ما اقدرش اعمل حاجه من اولها، يعني ازود صوص، اعمل مش عارف ايه. حط التاتش بتاعك يعني. التاتش بتاعي بس، غير كده يعني ممكن، بس مش بعمل كده، مش قادره. طب ايه الاكله بقى اللي كانت بتبهدلك الدايت؟ الاكله دي انا ما اقدرش اقاومها. لا مفيش حاجه، بس عشان في حاجه ممكن تبوظ دايت، يعني حاسه ان عادي تاكلي اللي انت عايزه تاكليه، بس اللي هو يعني تكوني كيرفول، بس ما فيش اي حاجه ممكن تبوظ دايت. بس هقول بيتزا، يعني ممكن اقول البيتزا. ممكن نعرف الاوردر بتاع البيتزا بتاعك يا فندم؟ الاوردر بتاع البيتزا بتاعي لا، ما على حسب بقى من فين. ممكن اللي هو باخد بيبروني ومشروم. دي اكتر حاجه بتحبيها؟ طيب احنا هنعمل فقره ثانيه دلوقتي اسمها فقره كومنت. الفقرة دي احنا بندعبس وراكي كده في السوشيال ميديا وبنسأل على حاجات موجودة وعايزين نعرف رأيك فيها. السوشيال ميديا هي لعبتك، بس اشمعنى اخترتي ابلكيشن تيك توك تبقي عليه بقى على طول بصفة مستمرة؟ عشان حسيت تيك توك اكتر حاجة ممكن اكون على تبعتي فيها، يعني حاسة انستجرام كله very لازم يكون شكلك وعاملة ومش عارف ايه كده. تيك توك حسيت بالذات في الاول ان انا كنت بلعب قوي في الاول، يعني بنزل حاجات ان شاء الله محدش يشوفها في حياته، حاجة كارثة، فكنت عايزة العب. فما كانتش اصلا لما ابتديت ما كنتش بفكر في ان كان هيجيلي فولوينج ولا حاجه من الحاجات دي، كنت فاكره ان انا عايزه العب وبحب اعمل فيديوز بس. في فيديو عندك انتشر قوي كان عن ايه؟ انت شفتي اكتر فيديو حاسه انك مبسوطه انك عملتيه وانتشر قوي؟ في كذا حاجه، اكيد الفيديوز مع مامي على طول بيعملوا كويس وبيقولوا بيموت فيها، فاكيد دول تحفه. اي حاجه ليها علاقه بالشعر او الفاشن او اي حاجه ليها علاقه بازاي تحبي نفسك والحاجات دي، اي حاجه ممكن تخلي اي حد يحس، او فيديوهات لما اتكلمت على بوبي او الحاجات دي كلها اللي ممكن اي حد يكونكت معاها. في فيديو كمان كان حلو ليكي قوي، بتقولي انا من النهارده هعمل اللي انا عايزاه، هقول لنفسي انا احلى واحده في العالم، هدي لنفسي بوزيتيف انرجي. فانا عايز اعرف انت امتى بتشوفي نفسك مش حلوه، مع انك حلوه على طول قدامك؟ كده كده ده كده كده. ساعات ممكن لما بقعد لوحدي فتره طويله قوي بزياده وبزود في الموضوع ده، عشان انا بحب القعده لوحدي، بس لما بقعد فترات طويله قوي ببتدي اقع في الشل بتاعي وبقفل على نفسي بزياده والحاجات دي، فممكن الوقت ده، او لما بحس ان في بريشر او ستريس قوي او الحاجات دي.
بس كشكلا في ايام كده وايام كده يعني. اكيد مش كل يوم بصحى الصبح بقول انا قمر وجميله والحاجات دي، بس في ايام بصحى. طب كان سبب الفيديو ده ايه بالذات؟ يعني في اليوم دي اخترتي تقولي للبنات يعملوا كده ويشوفوا نفسهم احلى حد في العالم وياكلوا هم عايزينه، كنت متضايقه مثلا؟ كان في كام حد كده كانوا قالوا كام كومنت كده لاختي، والموضوع جنني عشان انا بشوف اختي احلى بنت في الحياه يعني بجد بشوفها قلبي كله في البنت دي. فلما شفت ازاي الناس ممكن تتكلم على جسم شخص تاني ومش فاهمه ليه الناس بتعمل كده وملهاش اي علاقه يعني، فاتعصبت قوي وكنت عايزه اقول لها لا مش مهم الناس دي، وانت اعملي اللي انت عايزاه وانت تحفه وانت قمر ومفيش زيك. انا بجد شايفاها كده، فحسيت اللي هو لا انا شايفه ان كل بنت مفروض ان هي تورك اون ان هي تحب نفسها. اكيد في العالم اللي احنا فيه ده والطريقه اللي احنا بنشوف الستات فيها والانستغرام والسوشيال ميديا والحاجات دي صعبه قوي، بس تحاولي على قد ما تقدري. برافو عليك يا فيديو حلو، انا نفسي انبسطت بيه جدا. شكرا. والله. طيب قلتي فيديو تاني انك مش هتعبري الاولاد اللي مش مقدره البنات. كده بس انا عايز اعرف ما قلتيش بنعمل معاهم ايه؟ لا واتعامل معاهم ليه يا ماما اللي هم مش مقدريني ومش مقدرين انا كشخصيه عامله ازاي وقد ايه انا اشتغلت على نفسي عشان اوصل للمرحله اللي انا فيها دي؟ ليه اقدر ليه احاول اصلا انا اتكلم معاهم او ادي لهم وقت او اي حاجه؟ لا خلاص باي. على انستغرامك مفيش صور كتير او مفيش صور اصلا تقريبا؟ كان بقى بس اتعمل لي هاك. وده جديد. ما عرفش مين اللي عمل الهاك ده؟ لا ما اعرفش، اعرف ان هي اسمها جنى بس ما اعرفش مين بقى. بس ايش انت في الصور بتتصوري عادي مش بس فيديوهات؟ يس يس. طيب على السوشيال ميديا عندك غير التيك توك طبعا اكونتات على بنترست، انت عندك اكونت على بنترست فاضي خالص؟ لا فاضي. فاضي صورتك في برج ايفل ده انت؟ لا ده قديم. في واحد جديد؟ في واحد جديد. بتحطي عليه ايه بقى طيب؟ اوتفيت انسبيريشن، ريسيبيز، ميك اب، شعر، الحاجات دي، عايزه اوضتي تبقى عامله ازاي كده بقى. انت ايه تاني غير بنترست وانستجرام وتيك توك عندك ايه تاني ابلكيشنز؟ ما عنديش اي حاجه ثانيه. ما عنديش حاجه ثانيه. ولا عندي فيسبوك ولا تويتر ولا اي حاجه. ليه مش عندك على فيسبوك وتويتر؟ فيسبوك حاسه راحت عليها الصراحه يعني. بقول دي فاشل. تويتر حاسه ان في مصايب كتير قوي بتطلع منها، فعايزه ان انا يعني بره عني عن الكلام ده. على انستغرامك عامله فولو ليدي جاجا. بتحبيها؟ بموت فيها. انت ممكن تطلعي بلوك من اللوكات الغريبه بتاعتها على ريد كاربت؟ طبعا. خلي بالك على ريد كاربت في مصر مش ريد كاربت بره. عادي دي جريئه بقى يعني. بنحاول بس يعني لا هو انا في حته الفاشن والحاجات دي بحس ان مفيش حاجه ممكن تعمليها غلط. مفيش ليميت. مفيش ليميت ودي احلى حاجه فيها، ممكن تعملي اللي انت عايزاه. اخر فقره معانا هي فقره لارا فيرسس شخصيه سلمى. سلمى في المسلسل كان بتحب ولد توكسيك جدا جدا، كان يعني مطلع عينها وعندها بدل الريد فلاج مليون ريد فلاج تقول لها ببلاش. انت ممكن تحبي حد زي سلمى؟ لا عشان انا بشوف الريد فلاج قبل ما هو اصلا يقرب يعني، انا بدور على الريد فلاجز وعشان اقول لا، فانا لا يمكن اسامح بالحاجات اللي سلمى كانت يعني. انا مش عارفه ازاي اصلا وصلت للمرحله دي. ايه الحاجه اللي تشوفيها في الولد تقولي مستحيل نرتبط؟ اكيد لو بينقضني طول الوقت، او مثلا بيعامل الناس اللي بتشتغل حواليه بطريقه وحشه، او لا في كتير انا ممكن اقعد في الموضوع ده ساعه اقعد اتكلم في الحاجات دي. طب سلمى في المسلسل استحملت اهانه الولد اللي بتحبه عشان بس هي بتحبه، انت ممكن تشوفي ان الحب مبرر ان اي حد يعمل فيكي اي حاجه؟ لا طبعا لا يمكن. ما انت عندك حياتك وشخصيتك وطريقتك والحاجات دي كلها، وان انا ابطل اي حاجه عشان ولد يعني. كان في مشهد صاحبتها مش صاحبها، صاحبتها بتكلمها بيقفل التليفون يقول لها لا مش هتردي عليها. يعني ايه يعني؟ ايه انا عندي حياه من قبليك لا يمكن. طب سلمى كانت ضعيفه جدا قدام الحب، انت بقى ضعيفه قدام ايه؟ عيلتي. عيلتك؟ بس يحفظ ثانيه كده. طب في مشهد لسلمى بتعيط فيه جدا لحاجه في البيت، انت ممكن حاجه بسهوله تعيطك حتى لو حبيبك بيعيطك، هتعملي زي سلمى وتتذللي وكده ولا هتقاومي؟ رد الفعل يعني فرضنا حبيتي وفي خلاف بينك وبين حبيبك، سلمى في المسلسل عيطت جدا وكانت بتستعطفه، انت ممكن توصلي للمرحله دي في الحب مع حد ايا كان حد؟ مش عارفه عمري ما حبيت فما اقدرش اقول، بس انا حاسه يعني بالتعامل بتاع عامه هتطلع بعصبيه اكتر. لكن مش هتقعدي تستعطفي وتقولي اي حاجه؟ لا مش متهيألي شخصيه سلمى بعيده جدا عن شخصيتك. وده شيء حلو. طيب سلمى كانت علاقتها بمامتها كويسه جدا، وقت انهيارها وضعفها بتروح لمامتها، انت بتعملي كده في الحياه؟ طبعا. طب في نصيحه مامتك عمرك ما تقدري تنسيها ابدا؟ كل حاجه بتعدي. دي نصيحة اللي دايما اقول. عايز بقى في اخر الفقره بتاعت الشخصيات دي، انت لو سلمى دي قدامك في الحقيقه وحبيبها قدامك وانت موجوده وبياخدوا رايك في حاجه او بيقولك نعمل ايه في علاقتنا دي، هتقول لهم ايه؟ سيبيه ده ما يسوى. لا دي بالجزمه يعني بجد يعني. لا هو طريقته معاكي ما ينفعش، اي ما ينفعش تسمحي على نفسك ان حد يعامل بالطريقه دي. وهو تقول له ايه بقى؟ لا ما اقدرش اقول دلوقتي. انا هضربه على طول. لا مش عارفه مش هقول له ايه يعني. ازاي دي
واحده طيبه وبتحبك وبتعملك اي حاجه انت عايزها وبتيجي على نفسها عشانك وانت مش عارف ان انت تقول لها كلمه حلوه كلمه واحده بس، هو ده ايه ده؟ دي مش علاقه، دي ده مرض. احنا في الصين اللي اتعرفنا عليك النهارده، انا كمان، والمسلسل مكسر الدنيا ان شاء الله، وان شاء الله تليق ليك من فوق قوي قوي. شكرا ليكي. شكرا. باي باي.